انت كتعرفي الله انت؟ لا اله الا هو. انت مؤمن انت؟ ها ولاش تدرت عاوتاني؟ اش من وجه غتلاقي مولاك قد يوم القيامه؟ كتهربي تصلي بجرب وحدك وما كتنوضيش راجل؟ ها؟ انت صليتي بجرب ياك حبيبي؟ اييه. وربي غادي يحاسبك. حرام عليك السي مصطفى، ياك عاوتاني جيت عندك هاد الصباح ويلاه بغيت نتفيقك وتجبد لي سيري بعدي مني ولا غتجيبيها في طلوعك؟ باش تجيبيها في طلوعك وتاخدي شويه 12 كتهربي تصلي بوحدك؟ الناس يا هاد المراه راه كيعطيو لحمهم ودمهم للاسلام. ناقصات عقل ودين. وزين. صباح الخير بابا. صبحي على امك في الساعه. انا راني واجده. صافي احنا غادي. صافي جيبي ديك الشباط بالك من هنا. مسرحيه الله يصلحك تعاود القصه ديال واحد العائله مغربيه اللي فيها واحد الاب وام وثلاثه ديال الفتيات. هذا الاب هذا هو واحد الاب اللي قاصح بزاف مع بناته ومع مرته واللي ما كيخليش كاع مجال للحوار في الدار ديالو. هذه العائله عايشه منذ زمن طويل بحال هكا، حتى لواحد النهار كتجي واحد الشخصيه من على برا كتدخل على هذه العائله وكتقلب كتقلب هذا النمط اللي عايشين فيه، ومن ثم كتفرقع الدلاحة الا يمكن نعبروا عليها بهذه الطريقه، وكاع داكشي اللي مخبي في ذاك العائله كيبان بشويه بشويه، هادشي كله بواحد القالب اللي هو كوميدي واللي كيدوم مده ساعه ونص، واللي الحمد لله حد الان لقي واحد النجاح. هو اللي تابعك عمرو طويل. هاد الدرج هادو كيسخفوني. بونجور كوتر، كي دايره؟ احسن منك. مسرحية الله يصلح فيها ممثلين شباب للأغلبية ديالهم دازوا من معهد المسرح في الدار البيضاء، واللي دابا العديد منهم رجع معروف لأن شاركوا في إنتاجات تلفزية مغربية. على سبيل المثال الشخصية المهمة هي مهدي بومالكي اللي قايم الدور ديال الأب، كاين كذلك إيمان هادي اللي كيعرفها الجمهور المغربي في عدد من المسلسلات، وكذلك فاتن رحو وهند بناني بجوار واحد العدد من ممثلين شباب الواعدين. مسرحية الله يصلح تلعبات من قبل 21 مرة و19 مرة كانت بشبابيك مغلقة، وهذا كيدل على النجاح الحمد لله اللي لقاته هذه المسرحية، مع الرغم أن ما فيهاش مشاهير، ومع الرغم انه ما كانوش عندنا اعانات الحمد لله، غير الاشهار اللي كيديروا لنا الناس اللي كيجي ويتفرجوا هو اللي عاوننا باش كل مره يجي الجمهور ويقولها الاحباب ديالو ويرجعوا داك الاحباب ديالو ويعمروا لنا القاعات. راه خاصك تولد، راه الزط هو اللي كيتسناك بهاد القرايه ديالك. اش كتقرا؟ البيطاره. البيطاره ديال القلب. مالوك المشاش والقروضه اللي كتضلي تداوي فيهم راه والله لا عطاوك شي ريال. الدور ديالي في العرض كنلعب بالدور ديال واحد الاب اللي عنده ثلاثه البنات، يعني كاين راجل واحد في الدار، كاين مراته وثلاثه ديال البنات، وداك الاب صارم بزاف، زعما كاين واحد النوع من الرعب في ديك الدار. ومع الاحداث غادي يبان لنا بان هذا الرعب هذا غادي يتحيد ولا غادي ينقص بواحد الطريقه غريبه، حيت غادي يدخل واحد الشخصيه جديده في لا بيس اللي غتخلي هذا نشوفوا هذا الشخص واحد لوتر كوتي. بين من خلال هذا الكوتي هذا غادي يبان لنا واحد بحال واحد فورم دو سكيزوفرينيا، زعما سكيزوفرينيا بين علاش هذا الانسان هذا خرج منه هذا الشيء كامل. دونك كنحاولوا نتطرقوا لواحد يعني اترافيغ دو بيرسوناج بزاف ديال المواضيع اللي منهم زعما واش هاد لي فالور ديالنا، واش هاد الشيء اللي كنعيشوا واش مامنين به فريمون ولا غير لا سوسيتي اللي امبوزي علينا. اي فوالا مون بيرسوناج. ديكور كيبان ديكور كلاسيكي، ولكن الكونتوني يعني كونتوني مفارق جدا لداكشي اللي سبقنا شفناه قبل، يعني واحد الدارجه الدارجه اللي اختارينا اللي اختار يوسف دارجه تري تري فيفونت، و لي زيدي ديغيغ ليديولوجيا اللي كاينه ديغيغ هاد المسرحيه، يعني فهي ايديولوجيا اللي كتوافق مع داكشي اللي كنعيشوا في لو كوتيديان. دونك ما نقدرش نقدر نقول لك نو، ماشي بحال داكشي، يعني مسرح زوين اللي داز شحال هادي، يعني راه استفدنا منه بزاف، مي حاولنا نعطيو رؤيه جديده من خلال الكتابه، من خلال اللعب، من خلال بزاف ديال الحوايج. بحال اللي كميتي، بحال اللي شميتي، بحال بحال لا 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 ماشي بحال بحال، خلينا ولي مسليعه هادي واش مسليعه؟ حيانا عليك ويلا.
كنلعب الدور ديال حفيظه اللي هي الام. اصلا المسرحيه كدور حول واحد العائله اللي كتكون من اب ام وثلاثه ديال البنات. دونك انا هي حفيظه الام، عندي ثلاثه ديال البنات محمقيني مسطيني مخرجي لي عقل بحال بزاف ديال الامهات المغربيات. المسرحيه راه كدور على ليدوكاسيون ديال الدراري، على لو مونك ديال التواصل ما بين لي بارون الاطفال ديالهم، ودونك داكشي كيعطي عواقب على التربيه ديال الدراري. ودونك غادي نلقاو واحد ليكزامبل زوين في المسرحيه، غنلقاو ثلاثه بنات كل وحده ما كتشبه الاخرى، وهادشي اللي غنكتشفوا في المسرحيه. و الدور ديالي اللي هو حفيظه هو دور الام محقوره، ما كايناش عايشه الا بناتها باش تشوفهم كيف ما بغات، ويكونوا عايشين مزيانين وفرحانين واخا هي كتاكل الدق. السلام عليكم السي مصطفى. وا حفيظه. ها راني متقن. اي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.